بالعقد يبدو الأمر عادياً إذا كانت لحية شخص ما طويلة جداً، لكن إذا قلنا أن الشخص أنثى هنا نتوقف قليلاً. قصتنا اليوم يا سادة عن صاحبة أطول لحية نسائية في العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأمريكية إيرين هانيكات التي تبلغ من العمر 38 عاماً، تعاني من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهي حالة تسبب اختلالاً هرمونياً ونمو شعر مفرطاً في الجسم. وهنا بدأ شعر إيرين ينمو في وجهها منذ كان عمرها 13 عاماً، مع محاولات متكررة ومتنوعة لإزالة الشعر الزائد الذي وصل إلى 3 مرات يومياً ودون فائدة. وفي عام 2022 زادت المأساة بفقدانها لبصرها جزئياً بسبب جلطة في العين، كما بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد إصابتها بعدوى بكتيرية، لتسأم وتقرر التوقف عن حلاقة لحيتها لتنمو بحرية، حتى وصل طولها اليوم إلى 30 سنتيمتراً، وحصلت على لقب صاحبة أطول لحية نسائية في العالم. إيرين هانيكات سيدة أثبتت أن الجمال لا يقاس بالشكل بل بالروح، وأن الشجاعة هي أن تقبل نفسك كما أنت وأن تفخر بما يميزك عن الآخرين.